السادة المشاهدين مشاهدي قناة الأكاديمية العربية للعلوم الأمنية، ويتجدد معه اللقاء. مش هقول لكم مين، بس الأول أشوقكم شوية. النهاردة 29/11/2020 اللقاء العلمي الشهر الرابع، التحول الرقمي مفاهيم وتطبيقات. ومعي ومع حضراتكم الآن أقول لكم هو مصري الجنسية لكنه وطن العربي الهوى. العالم العربي كله يتغنى بكلماته ومفرداته ومصطلحاته في علم كبير جدا ومهم جدا، السلامة والصحة المهنية. هو أستاذي وحبيبي وأخويا والمعلم والقدوة والقائد الراقي بعلمه وفكره، ولو قعدت أتكلم عنه من هنا للصبح مش هخلص، هو الأستاذ الدكتور طلعت البهلول، واحد من أهم كوادر المصرية في السلامة والصحة المهنية، وهيكلمنا عن التحول الرقمي. بس نرحب بيه الأول. أنا بشكر حضرتك جدا جدا على المقدمة دي، سعيد سعيد جدا وسعيد دايما لما بشوفك ومتابعك متابعة جيدة يعني. يلا ربنا يخليك، ربنا يديك الصحة والعافية يا رب. الله يبارك عمرك. الله بنشكرك أولا على رحلتك المكوكية داخل وخارج مصر حول السلامة والصحة المهنية، واليوم في التحول الرقمي كلمنا عن التحول الرقمي من زاوية السلامة والصحة المهنية. يمكن انا بالمصطفى امبارح كان عندي تسجيل على الهواء في قناه اسكندريه، وكنا طبعا بنتكلم على الكورونا وما يخص الكورونا والداتا والمعلومات اللي بتيجي على الكورونا. لكن زي ما حضرتك شايف ان التحول الرقمي النهارده مطلوب في العالم، العالم مش مصر، العالم كله مطلوب. ويمكن جايز في السلامه والصحه بنربط جميع احصائياتنا الموجوده عن طريق المعلومات المختلفه للوزارات المختلفه. لما نلاقي ان قانون التامينات الاجتماعيه اللي فات في 2018 اتكلم على الأمراض المهنية وطور الأمراض المهنية وزود الأمراض المهنية من 85 مرضي إلى 65 مرضي غير العجز اللي موجود. طيب جابوا منين؟ لا ده جابوا من مجموعة خلطة من الوزارات المختلفة المعنية بس الكلام، زي وزارة القوى العاملة، زي وزارة الصحة، زي بخصوص التأمين الصحي، لما بنتكلم كمان على الجامعات زي كليات الطب قسم، زي ما احنا بنقول وقلنا في الأول ان جد ان وزارة التضامن الاجتماعي لما عملت القانون الجديد اللي موجود في 2018، هي انا من وجهة نظري الحتة اللي اهتمت بيها هي ان زودت جدول المرض المهنية من 48 مرض مهني إلى 50 مرض مهني وزودت العجز. طيب لما سألت الوزارات المختلفة فينا بنقول بقى ايه؟ ان اجتماع كبير جدا ولف حوالين ما بين الوزارات المختلفة اعتمدت عليها كبات داتا ومعلومات، زي وزارة القوى العاملة، زي وزارة الصحة، زي كلية طب الصناعات، وخد بالك اللي هي تبع لكلية الطب قسم طب الصناعات، اعتمدت على الاحصائيات اللي موجودة بالنسبة للعجز، بالنسبة للإصابات، اعتمدت على كل ده وخدت بقى معلومات كاملة وحطتها في زيادة جدول المرضى المهنية. التحول الرقمي أنا مش عايز أقول لك علم كبير جدا اوريدي موجود، إحنا بنستفيد منه. من ضمنها أيضا إن إحنا بندفع الضرايب بتاعتنا أونلاين. منها إن أنا ما بروحش أقف في طوابير دلوقتي. إن أغلب الحاجات اللي موجودة النهاردة بناخدها من عندنا. يعني مجال السلامة والصحة المهنية مستقبله في التحول الرقمي عالي جدا. نعم. عالي جدا. النهاردة إحنا شغالين إيه كله؟ كل محاضراتنا إيه دلوقتي؟ أونلاين. إحنا بنجيب الداتا بتاعتنا منين؟ اونلاين. احنا اتصالاتنا بالوزارات المختلفه عن طريق ايه؟ اونلاين. الانفورميشن والمعلومات اللي احنا بناخدها ايه؟ بناخدها اونلاين. طب احنا بنتعرف على التكنولوجي والعلم في داخل خارج ايه؟ النهارده تعرف اونلاين. ربط كل الكلام ده كله، تدريب الكوادر في السلامه والصحه المهنيه اونلاين. البرامج القياسيه. احنا حضرتك دلوقتي انت لو حضرتك تعلم ان اول امبارح صدر قرار بتخفيض العماله. خد بالك في بعض الوزارات وبعض المحافظات. طب احنا رجعنا تاني، هنرجع تاني للاونلاين، هنثقف الناس اونلاين، وحضرتك بتدي محاضرات اونلاين تمام. وبعدين ايه الانفورميشن اللي بنحطها اذا داتا اونلاين، مش بس كمحاضره، لا انفورميشن، ناس بتخش اونلاين، الماده العلميه والماتيريال والحقائب التدريبيه وبعض المعلومات اللي الناس بتطلبها خاصه بينا والاسئله. امبارح كنا بنتكلم على محاضره عن الغليات والبرز والستيم وبعض الحوادث وتعرفوا كيسز لبعض الحوادث كلها اونلاين. الناس كلها على مستوى الدول العربيه على مستوى العربية بيخشوا بعد كده في محاضره واحده اوريدي موجوده على المنصه، وكل النهارده بيستفيد. اذا عايزين نقول ان العالم كله بقى ايه؟ خلاص بقى ايه؟ اونلاين. والتحول الرقمي القادم اصبح ليس خيار، مفيش خلاف. نعم. شوف ارتقينا ماليا، نزلنا ماليا، انا بتكلم على مستوى العالم تمام كده. النهارده الناس اتثقفت، الناس ما اتثقفتش
خلاص هنخش لازم نأهل نفسي على اعتراف على التحول الرقمي. عشان كده بنقول الفترة الجاية يمكن إن شاء الله في 2021 هيبقى في شهادة تعيينات لبعض الشباب، دول اللي هيعملوا أب كمان عشان يخش يواجبوا إيه التحول الرقمي داخل البلد. المنصات أوريدي موجودة حقيقة في كل الوزارات، اهتمام الرئيس بالجزء الخاص بالعاصمة الإدارية إن تاخد خط تاني تماما في الجزئية دي، أعتقد هيبقى تحول كبير جدا في الرغبة السياسية بالظبط، الاراضي السياسيه والرغبه السياسيه في حته احنا استفدنا. وانا لسه عايز اقول لك على حاجه في الجزء ده، في الفتره اللي فاتت في جزء ما بخص استفدت من التحول الرقمي انا شخصيا بالك في حاجات كتير جدا جدا، وده شيء يعني عايز اقول لك ابينا اشأنا رفضنا او حبينا او بحكم سننا ان احنا دايما التكنولوجي شويه بنرفضها، لكن الجيل ده كله لكن احنا داعمين نعم. مش مزاجنا تصبر يا فندم. ربنا يخليك شكرا جدا لحضرتك، ودايما كلمتك فيها المستقبل. ربنا يخليك شكرا عليك، شكرا سعادتك. ربنا يخليك سادة المشاهدين، كان هذا اللقاء مع هذا العلم معالي الاستاذ الدكتور طلعت البهلول. هو جاء لنا يعني انا بسميه ذاكره المستقبل، جاء لنا باطنان من المعلومات والخبرات والاستشارات في مجال السلامه والصحه المهنيه ليقدمها للقيادات من الشباب والمتدربين والمشاركين حتى يأخذوا هذا العلم على طبق من ذهب، وهو نفسه يؤكد على ضرورة وحتمية التحول الرقمي في مجال السلامة والصحة المهنية، وذكر لنا أمثلة كثيرة أن الاستخدامات المختلفة في مجال السلامة والصحة المهنية أصبح بحاجة ماسة وإلى ضرورة كبيرة في تفعيل مسارات التحول الرقمي. التحول الرقمي أصبح ضرورة. يتجدد اللقاء مع كوادرنا وأساتذتنا، تحياتي أحمد حبيب.